من جهته أشرف قائد فرقة الرد السريع اللواء الحقوقي ثامر محمد إسماعيل الحسيني على انتشار قطاعات الرد السريع في قضاء الطوز شرقي محافظة صلاح الدين. ومن أجل التواصل مع أبناء قضاء طوز، التقى اللواء ثامر الحسيني بأهل القضاء واستمع منهم عن شرح لمعاناتهم، مؤكدا أن انتشار قطاعات الرد السريع جاء لدعم الاستقرار الأمني، مطالبا بدعم قواته وباقي القوات الأمنية من خلال تقديم المعلومات لمنع الإرهابيين من النيل من أمن الطوز ووحدة أهلها.